كان واحد من أعضاء المسرح القومي، ولعلنا لا ننسى الطالب الريفي الذي ارتبط بقصة حب مع فتاة أرستقراطية والتي جسدتها الفنانة ليلى طاهر في فيلم لا تطفئ الشمس عام 1961 للمخرج صلاح أبو سيف. إنه الفنان عادل المهلمي، والذي تميز بقدرته على تجسيد الأدوار السعادية والتاريخية بنفس المهارة التي يجسد بها الأدوار العصرية، وخاصة أدوار رجل البوليس ووكيل النيابة. الفنان عادل المهلمي اسمه بالكامل عادل حسن عبد المجيد المهلمي، وهو من مواليد 15 مايو عام 1926 في حي المنيرة بمحافظة القاهرة، وهو ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، وتعود أصول هذه الأسرة إلى قرية بني عدي في محافظة أسيوط. فجده هو عبد المجيد بيك المهلمي، وهو من كبار الأعيان في مصر ومن كبار التجار في حي الجمالية. أما والده حسن المهلمي فكان يعمل مدير عام لمجموعة محلات تقع في وسط البلد، وكان يصر على أن يلتحق ابنه بكلية الحقوق لكي يصبح وزير. وبالفعل التحق الفنان عادل المهلمي بكلية الحقوق وحصل على الليسانس عام 1952، لكنه اتجه بعد ذلك إلى مجال التمثيل، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية في قسم التمثيل عام 1955. بعد ذلك تقدم إلى اختبارات الإذاعة ونجح في اجتيازها بامتياز، وذلك بشهادة الإذاعي محمد فتحي الذي أشاد بصوته، ولكنه قرر العمل في التلفزيون والمسرح لأن طموحه كان منصب على العمل أمام الكاميرا وليس خلفها. وكانت بداية الفنان عادل المهلمي الفنية من خلال مشاركته في فيلم حياة امرأة عام 1959 مع تحية كاريوكا وأحمد رمزي، ليشارك بعد ذلك في أكثر من 120 عمل فني متنوع. ويعتبر الفنان عادل المهلمي واحد من أعضاء المسرح القومي، حيث شارك في العديد من المسرحيات الكلاسيكية والعالمية، ومنها شمس النهار لتوفيق الحكيم، وحلاق بغداد لألفريد فرج، ووطني عكا لعبد الرحمن الشرقاوي. يعتبر مسلسل المطاردة، والذي أنتج عام 1969، واحد من أوائل المسلسلات التلفزيونية وأكثرها شعبية وتأثيرا، والتي تناولت عالم الجريمة في الصعيد، وكان من بطولة الفنان عادل المهلمي. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمجرم أثار الفزع في الصعيد في عام 1946 و1947، وكان اسمه محمد منصور، ويشتهر باسم الخط، والذي كون عصابة مسلحة سكنت إحدى الجزر على النيل، وكان يتنقل بينها وبين الجبل على مشايف قرية درانكا التابعة لمحافظة أسيوط، وراح يمارس أعمال النهب والخطف، وفشلت الشرطة طويلا في الوصول إليه، وذلك قبل أن يلقى مصرعه بفضل مؤامرة قام بها عمدة درانكا ورجال الشرطة بنصبها حوله. وقد لعب دور الخط الفنان عادل المهلمي، ولعب الفنان محمد الدفراوي دور الضابط هلال المكلف بمطاردته، بينما لعب الفنان محمود ياسين، والذي كان ممثلا ناشئا في ذلك الوقت، دور الضابط المساعد، ولعب أشرف عبد الغفور دور صحفي في مجلة روز اليوسف يسهم في الإيقاع بالخط من خلال نشر خطاب وهمي. ولم يخلو المسلسل من الفقرات الغنائية والراقصة التي أدتها الفنانة نعمة مختار، حيث لعبت دور غازية القرية التي تقع في عشق الخط. رحل الفنان عادل المهلمي عن عالمنا في يوم 21 يونيو من عام 2001 عن عمر يناهز 75 عام، وذلك بعد مسيرة فنية تعدت 40 عام، حيث أصيب في سنوات عمره الأخيرة بمرض القلب، وتطورت الحالة إلى أن أصيب بأكثر من ذبحة قلبية، ولذلك نصحه الطبيب بالابتعاد عن التدخين بشكل نهائي، ولكنه لم يستطع، وظلت تتدهور حالته إلى أن وافته المنية. ويقال أن الفنان عادل المهلمي قد تزوج 3 مرات، كانت أشهرهم زوجته الثانية منى، وهي ابنة لواء شرطة ومن خارج الوسط الفني، ورزق منها بابنه الوحيد أحمد. شارك الفنان عادل المهلمي في عدد قليل من الأفلام السينمائية لا تتجاوز 10 أفلام، ومنها عنتر ابن شداد، ذات الوجهين، غرام تلميذة، لا تطفئ الشمس، الكرنك، طريق الأبطال، الجزاء، الرعد، عين الحياة، أشياء لا تشترى.
وبالنسبة إلى الدراما فكان لها النصيب الأكبر في مسيرته الفنية، حيث شارك في عدد من المسلسلات المتميزة ومنها الوسية، أبناء في العاصفة، القضاء في الإسلام، الكعبة المشرفة، رد قلبي، بريق في السحاب، الفرسان، العملاق. كما قام الفنان عادل المهلمي بتجسيد شخصية القائد الإسلامي خالد بن الوليد في مسلسل عمرو بن العاص والفتوحات الإسلامية، بالإضافة إلى مشاركته في فوازير ألف ليلة وليلة عام 1988 مع الفنانة شريهان، واشترك كذلك في العديد من الأعمال الخاصة بالأطفال مثل حفلة على شرف تعلوب. كما قام بأداء صوت الجنرال الإيطالي جراتسياني في النسخة المدبلجة لفيلم عمر المختار، وكان ذلك اختيار المخرج العالمي مصطفى العقاد الذي أصر على الاستعانة بصوت المهلمي، وهو ما أكده في إحدى الحوارات الصحفية، وقال عن ذلك بأنه لم يتدخل برأيه بخصوص طاقم العمل الخاص بدبلجة أفلامه سوى مع اثنين فقط هما عبد الله غيث وعادل المهلمي، لأن صوتهما لا مثيل له في الوصول لدرجة كاملة من الإقناع للمشاهد أكثر ممن يقوم بتمثيل الدور ذاته، كما حل بصوته كبديل للفنان حمدي غيث في فيلم الرسالة بعدما انسحب حمدي غيث من الفيلم والذي أدى دور أبي سفيان. وشارك الفنان عادل المهلمي في مسلسلات إذاعية منها الأرملة العذراء، يوميات نائب في الأرياف، وابتسمت الدموع، شخصيات تبحث عن مؤلف، وكذلك السهرات التلفزيونية ومنها عاج الأوضاع، حب حفظ في الأرشيف، جريمة لم ترتكب، الطير المهاجر، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات ومنها جحا عاج الظل، النسر الأحمر، بداية ونهاية، أنطونيو كليوباترا. وكان آخر أعمال الفنان عادل المهلمي هو اشتراكه في الجزء الرابع في مسلسل بوابة الحلواني عام 2001.